مناطق الصناعية للنواب المحترمين عمر حجيرة، فتيحة البقالي، إبراهيم حسناوي، بونون السلك، عثمان عيلة، محمد مستوي، خالد الدهي، عمار الشيخ، مبارك الطرمونية، وعبد المجيد موليم من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضل سي عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس، السادة الوزراء، المنطقة الشرقية هي منطقة حدودية بامتياز. الخط الحدودي ما بين فيكيك والناظور حوالي 500 كيلومتر. ومين كنقولوا منطقة حدودية أي منطقة تعرف نشاط التهريب بواحد الصفة استثنائية. التهريب ما يمكنناش نحاربوه في غياب خلق مناصب الشغل. ما يمكنش واحد السيد كيبيع ليسانس ونجريو عليه ونقولوا له ما عندكش منصب آخر اللي يمكن تاكل منه الخبز وتعيش وليداتك. وبالتالي الحكومة يجب أن تجيبنا على شنو هي الإجراءات اللي يمكن تشجع وخلق وحدات صناعية في المناطق الصناعية وخلق مناطق صناعية كذلك بالمدن ديال الجهة الشرقية لمحاربة ظاهرة التهريب. عندنا في العالم كله وفي المغرب في مدن أخرى كاين 70% ديال الاقتصاد المهيكل و30% ديال الاقتصاد الغير مهيكل. في المناطق الشرقية كاين العكس، كاين 70% ديال التجارة وديال الرواج الاقتصادي الغير مهيكل وكاين 30% المهيكل. وبالتالي شنو هي الإجراءات اللي كتقوم بها الحكومة من أجل تغيير هذا الوضع هذا؟ شكرا. تفضل سيد الوزير. السيد النائب المحترم على هذا السؤال، هو القطاع الصناعي يحظى باهتمام كبير من طرف الحكومة، وعندنا تاك برنامج إقلاع للنهوض بهذا القطاع هذا، وتاك النهوض تاع الصناعة ما يمكنلوش يكون ما كانش عنده واحد البعد جهوي. حنا عندنا هاد زعما عارفين هاد القضية هذه. فلأول مرة بعدا تم وضع واحد المخطط لإنجاز محطات صناعية مندمجة في مختلف أحياء المملكة ولا أنحاء المملكة، تتضمن 21 فضاء يمتد على مساحة إجمالية تقدر ب 7500 هكتار، وسيتم إنجازها في العشر سنوات المقبلة، مع علما بأن كل سنة غادي يكون واحد إحداث 250 هكتار كل سنة مقارنة مع 85 هكتار في هذه السنة حاليا. فكاين واحد رفع في الوتيرة نتاع إنجاز المناطق الصناعية. وفيما يتعلق بالمنطقة الشرقية، وهذه المنطقة هذه تحظى بواحد الاهتمام مهم من طرف صاحب الجلالة ومن طرف الحكومة. هذا المنطقة كان مشاريع متعددة. أول مشروع هو مشروع نتاع سلوان بالناظور. هذا المشروع اللي عادي راه دشن وعادي يكون انتهاء الشطر الأول نتاعو على مساحة 44 هكتار في مارس 2010. كاين مشروع القطب الفلاحي لبركان على مساحة 100 هكتار، وانطلاق الاشغال غادي يبدا شهر يونيو 2009. تهضروا دابا واحد 5 شهور غادي يبدا سميتو انتهاء الاشغال بعد 18 شهر. واخيرا ولا قبل الاخير كان مشروع القطب التكنولوجي لوجده على واحد المساحه تاع 400 هكتار، وغادي تبدا انطلاق الاشغال في شهر ابريل 2009. حتى هو تهضروا على 3 اشهر، مع عاوتاني تنظنوا بان خص 18 شهر باش يتم الاشغال في هذه المنطقه هذه. واخيرا كاين واحد المنطقه لوجستيكيه على مساحه 20 هكتار في الميناء نتاع الناظور اللي راها حاليا في الدراسه، مازال ما عندناش واحد التوقع ولا واحد النظره في واش غادي يبداو الاشغال فيها. وشكرا. تفضل سيدنا تعقيب. سيد الوزير، حنا من طرحنا هذا السؤال في الفريق الاستقلالي بغينا فقط نثيروا الانتباه للحكومه على اساس ان كاين واحد الوضعيه اقتصاديه جد حرجه في المنطقه الشرقيه. كاين 90 وحده صناعيه كانت في 2003، اليوم راه حنا في 35 30 وحده، بمعنى غلقت اكثر من 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 من, من 60% ديال الوحدات الصناعيه غلقوا، وبالتالي فقدان تقريبا 3000 منصب شغل. هاد الناس ما عندهم فين يمشيو الا للتجاره الغير المنظمه، اما كيبيعوا بالكرارس وكيجريو عليهم بوليس، واما كيبيعوا مواد ديال التهريب وكذلك كيتعرضوا لنفس المصير. وبالتالي نطلبوا من الحكومه انها تشجع الناس اللي عندهم وحدات صناعيه كبرى باش يجيو يخلقوا الصناعه ويخلقوا مناصب الشغل في المنطقه الشرقيه، بحال اللي شجعنا طنجه الله يكمل عليهم بخير بنيسان رونو، جات تما دارت معمل واستقطبت الاف مناصب الشغل. بغينا بحال هاد الالتفاته اللي التفتوا لطنجه، وكذلك في ميدان ديال الضريبه خص التشجيع الضريبيه باش هاد الناس يجيو لوجده. واحد السيد الا عنده الاختيار ما بين الدار البيضاء وطنجه وفاس ووجده غادي يختار طبعا المدن القريبه. وبالتالي الا بغينا نشجعوا هاد الناس باش يخلقوا
نخلقوا مناصب الشغل وبغينا نشجعوا المنطقه الشرقيه وبغينا نخلقوا مناصب الشغل، خص التشجيعات تكون ملموسه. وهاد الناس هادو من يجيوا لوجده والفيكيك والناظور يخلقوا مناصب الشغل يلقاو علاش حوايج اللي يتشجعوا عليهم. وشكرا سيد الوزير. شكرا. تفضل سيد الوزير. النائب المحترم، حنا في هذه الفكره، هذه الفكره هو تشجيع مستثمرين خارجيين. البارح كان امس كان عندي واحد الشركه من اليابان شخص وجاوا باش يتفكروا في هذه الطاقه المتجدده، وقلت لهم وجده سيروا شوفوا وجده. فاحنا ماشيين في هذا الاتجاه هذا، وحنا في حيز الدراسه وحي شنو هو العرض اللي يمكننا نقدموا لوجده باش يكون استقطاب هذه المستثمرين. وشكرا. شكرا سيد الوزير.